انا شايفه ان هو ممكن يكون افضل مهاجم في تاريخ الاهلي. وحاجة كده ميكس من ريحة الحبايب على مهاجم جديد، يعني حاجة أتمنى إنه يفضل في النادي الأهلي، ما يعني مفيش عروض من بره يعني تجيله. هو من اول ما بدأ وهو حسينا ان هو من افضل المهاجمين اللي جم النادي. أكيد أحسن واحد، لعيب كويس جدا وعنده رؤية. أنا شايف إن هو طبعا من الناس الكويسة أوي أوي أوي، يعني أنا في تصوري لو قعد هيبقى أحسن كمان من فلافيو. ممتاز، ده أنا بحبه أوي. واحد من أفضل المهاجمين بعد فلافيو ووليد أزارو، هما ثلاثة أفضل مهاجمين دخلوا النادي الأهلي، وسام أبو علي عن قريب هيبقى أفضل واحد فيهم. لحد دلوقتي الثابت إن هو من أفضل المهاجمين، مش أفضل لكن من أفضل المهاجمين في النادي الأهلي. مستواه رائع كمهاجم، احنا كنا مفتقدينه جدا بقالنا سنين، يعني المهاجم اللي عنده السنس ده كان مفتقدينه جدا. يعني انا شايفه ان وسام ابو علي من احسن المهاجمين الاجانب في النادي الاهلي. شايف ان هو افضل مهاجم اجنبي في تاريخ النادي الاهلي. لما مجدي قفشه نزل برضه يعني ظبط نص الملعب وكده، وكان بيدي كور حلوه يعني. تيم كامل مفيش انانيه، ودي احلى حاجه فيه، وبيلعب بجديه فعشان كده فاز. اللاعب الخفي اللي فظيع ومفيش حد اللي تقريبا لمس الكوره في كل الاجوان مجدي قفشه. الصراحه اللاعب الجماعي هو اللي كان سبب فوز امبارح الشوط الثاني. المدير الفني بتاع الاهلي فوق الممتاز. انسان بيقرا المباراه كويس. المدير الفني، اللعيبه واصرارهم، لعيبه الاهلي ما يعرفوش حاجه اسمها هزيمه، والهزيمه بالنسبه ليهم دي حاجه قاتله. الجمهور طبعا، جمهور النادي الاهلي سواء جوه الاستاد ولا بره الاستاد، ولا اللعيبه بيبقوا عاملين حسابهم جامد ازاي يبسطوا الجماهير دي، وازاي الجماهير دي بتتبسط مع انتصاراتهم. فكل المنظومه على بعضها. الاصرار انه لا، يعني احنا مش هينفع ان احنا نتعادل او نخسر، فبيفرق كتير. والتركيز، اعتقد التركيز مهم، واكيد كولر يعني اكيد فارق يعني.